تصدرت الفنانة بدرية طلبة ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها في مقطع فيديو يجمعها بالمطرب محمد شاهين أثناء تواجدهم في أحد المهرجانات الخاصة بالموضة. ونشرت بدرية الفيديو عبر حسابها على انستجرام، حيث ظهرت مع محمد شاهين وهي تفتح حقيبتها والتي تحتوي على أكياس من الفواكه كالبرقوق والعنب والمشمش، وسط مفاجأة واندهاش من محمد شاهين، وعلقت قائلة: الجوع كافر، المهرجان شغال وأنا وشاهين شغالين برضو، منشن لصاحبك اللي بتأكله معاك في الاستخباص، لا تبالي مهرجان الموضة الشعب الصيني ملوش حل. وفور نشر الفيديو انهالت التعليقات عليها من قبل الجمهور ومتابعيها، وجاءت كالتالي: عسل يا بدارة، جمال الست المتواضعة، وقالت أخرى: شنطة الأم المصرية، وكتبت أخرى: والله عسل، بموت فيكي، جايبة الفاكهة في الشنطة والنبي بعمل زيك وأنا رايحة الشغل. وآخر أعمال بدرية فيلم الملكة بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي وغيرها.